أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بأولى استضافاتنا من برنامج 9 الصبح. 9 الصبح دائما بتناول المواضيع اللي بتخص الإبداع، بتخص المبدعين، وبتخص كل ما يتعلق بالجمال والألوان والإبداع والفن التشكيلي. اليوم تختلط الفن والموهبة والإبداع مع رسومات وضحكات وبراءة الأطفال مع الفنان الرائع يعني الرسام الكاريكاتير عمر العبد الله، وأيضا الطفلة سيرين موجودين معنا بالاستوديو. خلينا نرحب فيهم. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا، نورتونا أستاذ عمر. يعني محبتك للرسم والفن بشكل عام ما قصرتها على نفسك، بالعكس حبيت تعطي هذه التجربة للأطفال. ممكن قبل سنوات عديدة ما كان هناك دعم من الأشخاص اللي حواليك بموضوع الرسم أو موهبتك بالرسم وفنك اللي إحنا دائما نفتخر فيه كفنان أردني. كيف تنقل هذا الموضوع للأطفال وكيف بتخلي حب الرسم موجود عندهم؟ بداية هي فكرة طلعت معي من سنتين أو 3 سنوات تقريبا. كنت محظوظ أني شاركت في ورشات خارج البلاد في ستوكهولم السويد عن أهمية حقوق الإنسان والإنترنت والمحتوى اللي بتقدمه. فمن الورشات هذه بدأت تطلع معي فكرة أنه بدل ما أنا أظني أشكي أقول مثلا وين الجهة هذه أو الجهة هذيك، وينها عن الأطفال، وينها عن كاريكاتير، قلت لا، لازم أبادر أنا وأبدأ بنفسي وأبدأ بمشاركة الإشي اللي بعشقه، الإشي اللي أنا خلاني إنسان إن شاء الله أصير أفضل، وخلاني أعبر عن نفسي مع أطفالنا لإيماني بوجود طاقات يعني تستطيع أن تنهض في البلد حتى بموهبتها. فمن واجبنا مشاركة خبرتنا مع هؤلاء الأطفال. يا سلام، يعني هذا الفكر احنا بنعتز فيه، قد ايه بنكون سعيدين خصوصا انه عم تستقطب اهم فئه اللي هي الاطفال، لانه هم بالمحصله بدهم يبنوا المجتمع. فموضوع انه نعرف وين الموهبه، كيف انه نساعد هاي الموهبه انها تتشكل وتتجسد على ارض الواقع. طبعاً. احنا موجوده معنا موهبه صغيره اليوم، سيرين. صباح الخير. صباح النور. سيرين قد ايه عمرك؟ 9. سيرين متى يعني بلشتي هيك حسيتي حالك تحبي ترسمي، من اي عمر؟ لما كان عمري 4 سنين. اها، ايش اكثر شيء بتحبي ترسميها؟ بحب ارسم على الطبيعه. اها، بتحبي الطبيعه اكثر. والحب ايش مثلا بالنسبه لك؟ مثلا لما الناس يساعدوا بعض. برافو عليكي. ولما الناس يساعدوا التانيين يتطوروا على اعمالهم. يعني قديه مؤثر فكرة انك انت عم بتحب تساعد، قديه هذا الاشي غرسته بداخلها، ولكن بشكل او باخر هي عم بتعبر عليه عنه من خلال رسوماتها. فنحن هلا رح نشوف رسوماتها لسيرين، ولكن فكرة المساعدة هلا هي مش عند كل الفنانين، وفكرة المبادرة مش عند كل الفنانين. هاي الورشات انت بعمان حضرتك عم بتقيمها ولا انتقلت لخارج المحافظات، يعني لمحافظات المملكة كافة؟ يعني هي بداية في عمان، لكن بكل تأكيد الهدف أطفالنا وأولادنا من الرمثة للعقبة. بكل تأكيد أنا حلمي وطموحي أنه بعد مثلا عدة سنوات يكون في لا يقل عن مئات الأطفال يلي قدرت أنا أساهم، يعني لو أساهم بشكل بسيط في أنقلهم معلومة كاريكاتير أو فن. من خلال الرسم تقدر تعرف هذا الطفل بإيش مبدع، هذا الطفل من إيش بيعاني من مشاكل. قديه كان في حالات شفتها أثناء عملك بهذا الموضوع؟ بداية الكاريكاتير يعني له دخل في كل شيء، يعني هذا إشي كمان من خلال هذه الورشات، كمان للكبار أيضا. صحيح. بعطي ورشات له دخل بالاقتصاد، بالسياسة، في الحالة الاجتماعية، وطبعا بلا أدنى شك ببين الطفل، ببين يعني وين اهتماماته، وين طموحه، وين أحلامه، حتى لو كان في عائق أيضا ببين. لكن في ورشاتنا كل طفل مميز طبعاً. كل طفل مميز بالطاقة اللي عنده، بالموهبة اللي عنده، بالشغف اللي عنده. ما في عندنا طفل مثلا هذا مبدع وهذا غير مبدع، كل طفل مبدع، لكن كل طفل يعني اللي عنده موهبة بدعم هذا الشيء. يعني كل حالة ممكن طفل يشكل حالة من الحالات. طبعا بلا أدنى شك، بلا أدنى شك، لأنه كل صوت مهم طبعاً. كل تعبير مهم. يعني مثلا اعطيك مثال، كيف لما واحد يمارس رياضه بجوز تكون انت محترف طبعاً. بالرياضه، بس مهم تمارسها. صح.
مهم انك تبقى انت على قيد الحياه جسمك، كذلك الحال مع الفن، ضروري جدا تمارس الفن من اجل الحاله الفكريه اللي عندك، الاستنتاج اللي عندك، الفكر اللي عندك، تعرف تعبر عن رايك. فهون بيجي اهميه الطفل والاختلاف، بالعكس بشكل زي فسيفساء، كل طفل بكمل الاخر. بالضبط، يعني نحن عم نشوف حتى يعني فكر يعني الاستاذ عمر عبد الله عم نشوفه من خلال كتاباته الفيسبوكيه، يعني كتاباته الناقده الساخره، عم نشوف هذا الفكر قد ايه حتى بيترجم من خلال الرسومات الكاريكاتير، عم نشوف حتى خطيا يعني من خلال البوستات اللي عم تنشرها. ومره واحد بيمدحني على هاي التعليقات، العاده بتسوي مشاكل هي. لا لا، هو فعلا كنا نحكي احنا بدايه الحلقه عن الحريه، فكل انسان له الحريه لانه بانه يعبر عن افكاره ويعبر عن ارائه، حتى لو كان برسمه او بكلمه او بعباره او حتى ممكن احيانا عدم التعليق وهو بيكون معبر. طبعاً. صح. فبس نشوف سيريل ونحكي عن المدرسه وحصه الرسم، بتحبي حصه الرسم كثير اكيد؟ كثير. كم حصه عندكم بالاسبوع رسم؟ حصه واحده بس. حصه واحده؟ بس كثير مستمتع فيها. بتقعدوا تقريبا كمان طالب؟ كل الطلاب عندكم من نفس يعني، ولا بيجيبوا يعني طلاب مميزين بيعطوهم هيك بكثفوا التدريس لهم حصه الرسم؟ يعني كل الطلاب تكونوا مع بعض، ولكن بس انا بدي اعرف كيف القصه، كيف اكتشفت سيرين؟ والله بدي اخذ رسوماتها اعرضها. يعني سيرين بدا ادنى شك دور كبير على امها ووالدها طبعا، على ايمانهم على ايمانهم بسيرين. سيرين اعتقد كنت انا حكم او مش حكم حتى، كنت متحدث في فعاليه مسابقه لها علاقه في البيئه ورعايه الامم المتحده، واظن كانت يا اما شاركت او احد الفائزين. قابلتها انا احد الفائزين، صح فزتي انت وقتيها سيرين في مسابقه البيئه، فكانت احد الفائزين وتعرفنا على اهلها وصارت تشارك في الورشات. وهي على فكره سيرين ظاهره مش رسامه عاديه، سيرين عم بتشوف من خلال الرسومات هي عم بتشوفها. ولكن قد ايه مهم، كنا بنحكي بنسالها عن حصه الرسم، قد ايه مهمه حصه الرسم في المدارس؟ يعني احنا بتذكر بايامنا، ايام ما كنت المدرسه كان يعتبروها حصه ترفيه، واحيانا البعض من المعلمات حتى ما يركز كثير، انه خلص ما يحسسونا انه هاي الحصه لحتى انهم يكتشفوا مواهبنا او يعززوا او انهم ينموا قدراتنا من خلال الرسم. في كتاب اسمه كيف ما تفكر فكر العكس. احيانا العكس هو الحل. للأسف الفن والرياضة يعني مهملين في بلادنا، استثنائي بتحسوا شيء، لكن في الدول المتقدمة بنهضوا بهذا الشيء. صح. تخيلي أنت مثلا واحد بدرس طب وما بمارس الرياضة ولا الفن، صح، بتلاقيه بدخن وعيادته بتخوف فيهاش ألوان جميلة، صح، لكنه لو درس فن ورياضة كان نهض هو كإنسان أيضا وفي كل المجالات. صحيح. الفن مهم لكل إنسان والرياضة كذلك. شوفي مثلا والت ديزني رسام كثير، ايش سوى بأمريكا؟ صح. نهض فيها بالعالم. ميكي ماوس اشهر من الشرق الاوسط، صح، يعني شخصية كرتونية. شوفي ناجي العلي، عنا بيكاسو، قد ايه عنا في عنا فنانين سواء حتى عربيين، ولكن للاسف مش مسلط الضوء اعلاميا عليهم، واذا بدنا نحكي ما في دعم لهم. حتى الفن للاسف عنا نقابه فنانين تشكيليين، وعنا عنا كثير حتى معارض تقام، ولكن ما في تمويل، كلها جهود شخصيه وجهود فرديه، والفنان لازم هو يشتغل لحاله لحتى انه هو يعني يطلع باسمه وانه يقدر ينشر فنه. فللاسف يعني هاي المشاكل اللي احنا عم نواجهها، يعني عم نواجهها وما عم تنحل للاسف. يعني هاي هي المشكلة، انه انت عم تحكي بالمشكلة وما في حل لها، فهون الطامة الكبرى. والله الحل يكمن في انه الواحد يستيقظ وينهض ويكون هو مبادر. صحيح. ما يستنى حدا صراحة. صحيح. يعني بتشوف الشباب هلا عندهم على الحركة الفنية، ان كان رسم ان كان شعر ان كان تمثيل ان كان ستاند اب كوميدي، يعني الشباب بالاردن تحديدا عملوا حالة اللي بدهم اياهم، يعني شكلوا الحالة الفنية على ذوقهم. بتشوف قديش الشباب لهم دور كتير كبير بتغيير هذه الفنوة، النظرة للفن بشكل او باخر؟ انا احنا اليوم بقول لك فنان مش رح ياكل خبز. طبعا بلا ادنى شك، صراحة اللي ساعدهم التكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي خلقت منبر، ما كان في منابر لهم سابقا. يعني الصحف المحلية للأسف ما في مساحة حقيقية للشباب، وكمان حتى للأسف بعض القنوات فلجأوا لليوتيوب والفيسبوك، ويعني وصراحة وضعوا بصمتهم. ولكن يعني قد أكون أنا واحد منهم، يعني في البدايات لما ذكرت مسلسل على راسي وعوض أبو شفي الأمور هذه،
وكان كثير من الزملاء كانوا حتى شاركوني يعني في كتابة النصوص. نعم وضعوا بصمتهم وصار لهم تأثير، وبالعكس الشباب بياكلوا خبز وحلاوة كمان. تغيرت الفكرة انه هم غيروها، لكن ما هم هم طبعا هم جبروا الاخرين بالضبط. هم بالنهاية لما يصير يعني لما يصير واحد منهم عنده مثلا، انا شخصيا عندي ربع مليون متابع طبعاً. زملائي طبعا بالممثلين عندهم متابعين اكثر طبعاً. بتنجبر المؤسسات والشركات انها تروح بالضبط. هي التكنولوجيا صارت عامل مؤثر حتى انه يكون الفنان منتشر بشكل اكبر طبعاً. فهي صار في اهتمام، ولكن بضل في اشكاليه، وهي اشكاليه انه الفن الاردني قد ايه في عندنا ناس فنانين، وانا بحكي بيرتقوا بذائقه الفنيه والجماليه على مستوى الوطن العربي وحتى بنافس على مستوى العالم، ولكن نحن بحاجه انه نصدرهم ونروج للفن بشكل اكثر واكبر، يعني مش بس يعني على مستوى افراد، ولكن هو على مستوى الفن بشكل عام يعني. للأسف ظل هالإشكالية قائمة. لكن سؤالنا لسيلين، أنا بخربط باسمها سيلين. سيلين أنت حابة إنه بس تكبري تكوني بس رسام، ولا في عندك هيك حلم تاني؟ إيش حابة تصيري بالمستقبل؟ عندي أكتر من حلم. تفضل. شو هم أحكي لنا؟ بحب أكون كاتبة كتب. يا سلام. وبحب أكون تنس بلاير. ليش لا؟ يا سلام. تلميذة. طب بتقولي لصحباتك عن هاي البرشة بس لما بتقولهم تعوا تيجوا معي جربوها، بيساعد انه نطور مثلا المهارات اللي عنا، ممكن نكون نعرف نرسم شوي بعدين بنصير نرسم احلى واحلى. قديه هذا مثلا تخلي لصحباتك يجوا معك تنشر مثلا على السوشيال ميديا، اذا مثلا صفحة ماما او اذا انت لك صفحة على الفيسبوك او واقع التواصل الاجتماعي، بتصوري رسماتك وبتحطيها وبتحكي لاصحابك وصحباتك؟ مرات بس مرات لا. تمام. بس انه بتحب تفرجي الفن او الاشي بتعمليه للناس؟ كثير بحب اشارك هدول الاشياء. تقولي لصحباتك يجوا معك واصحابك المدرسه؟ حدا اجا؟ لا لسه. لسه مو المدرسه كانوا معطلين، هلا بصيروا يجوا. هذا لساتنا باول المدرسه، لسه لقدام ما شاء الله رسوماتها حلوه، شفناها على الشاشه رائعه جدا. البنت عندها فكر فبتحس في قصه بكل رسمه، فيعني هذا سيلين يعني زي ما قلت لك هي ظاهره مش رسامه عاديه. سيلين تطلب منها الفكرة بتصدمك برواية، بتصدمك بقصص. أنا شفت عم تكتب يعني حتى وهي بالرسمة كاتبة، يعني أنا شفت أتوقع سن أو دكتور أسنان، فيعني عاملة قصة من خلال هذا الموضوع. نعم. فأديه كمان الحلو الرسام يعمل حبكة أو يعمل يوصل رسالة من خلال رسمته. في البعض يقولك ممكن ما يفهم من الرسم، بس من خلال كلمة أو جملة حاطها بهذه الرسمة ممكن توصل. نحن نتطرق في ورشاتنا للإبداع والخيال ورواية القصة، وأحيانا التوعية. نعم. أهمية الفن في إيصال رسالة. أوكي. مثلا هذا العمل بين إيديكي أنا طلبت، كنت عم نحكي نحن عم نشارك معلومات معهم اللي هي مزرعة الحيوان. أوكي. الرواية الشهيرة الساخرة عن الحيوانات، قلت لهم بدنا نخرج من الصندوق نتمرد ونعمل مزرعة حيوانات لكن نكون أشكالهم آليين، رجال آليين. أنا غبت 5 دقائق رجعت لقيت سليم باني يعني مملكتها الخاصة فيها من الإبداع. صح. قد ايه بنمي الخيال طبعا. لا هذا لاحقا شوفي ببداية هاي رياضة ذهنية. صح. أنا كنت أقعد بكثير اجتماعات مع شركات سابقا ويكون الشباب طبعا رائعين لكن ما عم بيطلعوا أفكار، فراجعت هذا الموضوع دليل إنه ما بيمارسوا الفن، ما عم برسموا، ما عم بعبروا عن رأيهم، فتبقى المعلومات كلها في جمود، بيجي الفن بيكسر هذا الجمود. في البعض يعني تحديدا مثلا الرياضيات والفيزياء اذا ما كان عندك طريقه باستخدام الدماغ بطريقه سريعه وبطريقه رياضيه بعيدا عن الرياضيات، قد ايه كمان بيساعد انه يكون الطفل ذكي. يعني الرسم بيساعد على المخيل وبيساعد على الربط. فهذا بعض الاطفال اللي بيواجهوا مشكلات بالموضوع الفيزياء والرياضيات ويعني الامور الرياضيه بيكون عندهم مشكله بالرسم، يعني ما عندهم هال الابداع وهال يعني الرسم بالمخيل، يعني الفيزياء اغلبيتها بدها يعني ذهنيا بلا ادنى شك. على فكره هاي مواد انا ما كنتش شاطر فيها. ولا انا انت عم ببكي انا قاعد هسه من جوا بس انه كنت ادبي حافظ كنا ادبي الحمد لله تطلع الصف هلا. لا الخيال في مقوله لاينشتاين الخيال اهم من المعرفه. صح. انت بتعرف جمله لكن وظيفتك تعرفها وتضيف عليها لاحقا، يكون لك دور بصمه في هذه الحياة، ما تكون فقط انك تنقلها، لا بدك انت تخلق شيء جديد. فما نكون اسلوب التلقين هذا انتهى زمان،
في الدول المتقدمة وفي الأنظمة الحديثة. صحيح. أسلوب التلقين ليش حافظ؟ ليش كانت تعطي؟ ليش كانت تساهم بأفكار جديدة؟ فهذا هو الدور. هون بيجي دور الفن في تعزيز. صحيح. هذا الشيء. هون بيجي دور عمر عبد الله كمان إنه سمعنا في عندك. بالضبط هي جاي عمر. سمعت إنه في عندك كمان بورشات ومبادرات جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، نحكي شوي أكثر. نعم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وأورنج إن شاء الله راح يعني يشرفوني إني نعمل مع أخواننا عندهم تحديات زي أي شخص عنده تحديات إنه نعلي صوتهم ونمكنهم ونوعي الناس بأهمية إن إحنا ندير بالنا على بعض. صراحة ما بتنهض الأمة ما بنهض المجتمع إلا لما كنا نهتم ببعض وندير بالنا على بعض، سواء كنا أطفال رجال نساء نوقف مع بعض نتكاتف. هذا إشي كتير. هون بيجي أيضا دور الفن بإنه نعطيهم القلم ونقول لهم خلينا نبدأ بتغيير المجتمع من خلال هذه الرسومات. قد ايه رح يكون الإبداع مع هذه الجزئية من المجتمع، الجزئية اللي ممكن البعض مخبي ولاده مش عم بيطلعهم لأنه مستحي منهم، وبالفعل رح يكون لهم إبداع بشكل كتير كبير بخصوص موضوع الرسم والتعبير عن حاجاتهم والتعبير عن ما يجول بخاطرهم، يكون عندهم صراحهم إذا ما كان متفاعل دورهم بشكل كتير كبير. والله بدي أحكي لك شغلة. أنا صديقي لي باختصار عشان ما أطول القصة، صديقي اللي تعرفت عليه أثناء وجودي في البرتغال اسمه جو سانتوس، تحدث عن بنت مرته اللي تجوز من زواج سابق بنت مرته كان معها توحد. نعم. فهو بيقول أنا كنت شخص مهتم بالوظيفة والمادة والربح الشركات والأمور هذه، إجت هذه البنت مع تحدي في حياتي أنا بحكي جو، فاضطريت أني أفرغ شوي من وقتي إلها. وحكوا أطباء صعب الحالة هاي، لكن مع الوقت تحسنت، صارت تستيقظ صباحا وتفطر أهلها وتروح مع أخوانها على المدرسة مع وجود بعض المساعدة. حكى جو جملة كثير غيرت حياتي أنا حتى، قال توحدها هو أجمل شيء في حياتي. طبعا الحالات اللي احنا بنشوفها هاي بيساعدونا نحن نرتقي إنسانيا. يا سلام. مش احنا فقط نحن نرتقي إنسانيا. للأسف فالواحد إذا ما كان له دور اتجاه المجتمع لابد أن يراجع أوراقه وحياته من أول وجديد. بالضبط. تختلف الدول بسبب إنسانية ما بلا أدنى شك. بلا أدنى شك. والدولة الحقيقية والدولة القوية هي الدولة تستثمر بأطفالها. صح. أنا في إحدى المرات عم بشوف لقاء مع لاعب كرة قدم بالسويد من أصول بوسنية، يعني قال كائما كان في خيار يا إما أصير مجرم أو لاعب كرة قدم. بالضبط. لكن الدولة استوعبته نهضت فيه، لاحقا هو نهض بالدولة. طبعا هو اللي صار صار يعرف، صار الناس يعرفوا الدولة من وراء اللاعب، من خلال لاعب، من خلال فنان. صح. على الرغم من انه بجوز بالبداية كانوا يعتقدوا انه لاعب، فما كانوا يفكروا بأهمية انه يصنع لاعب، فللأسف هو صنع دولة الآن. يعني لا هم كده عارفين، هم في دولة في استراتيجية للأطفال الاستثمار بمواهبهم. ماذا ينقصنا حتى نعلي أبنائنا ونعلي مواهبهم بالأردن تحديدا؟ لأنه إحنا ثلثين مجتمعنا شباب، وثلثين للأسف والأغلبية ما عنده هذه الفرصة اللي ممكن يأخذها أي شخص تاني، نظرا للتحديات المعيشية والتحديات التعليمية والصحية وإلى آخره بتواجه. إحنا ما بنحكي على العاصمة عمان، إحنا بنحكي عن باقي محافظات المملكة وجيوب الفقر. يعني أول إشي تحديات موجودة، ما نهرب منها، ما نقول إنه مش موجودة، لكن نبدأ ب تكسير بعض المعتقدات والأمور يلي بتخلي الواحد ينهض. مثلا بذراعك، يعني بدك انت تكون حراث خلص، ما بدك انت تكسر ثقافة العيب. انا كرسام 90% من المجتمع كان يسخر مني في البدايات، كلمة بطعم الخبز هاي كنت اسمعها شبه يومي. لكن لاحقا لما يشوفوني على بعد ما اشتغلت على نفسي، شوفوني على مسارح في امريكا وفي اوروبا بدعوات من حكومات، صار لكم الشباب عبد الله في شيء يعني سامحنا كنا نمزح معك في البدايات نحن. فتنهض انت كانسان، ومش بس تنهض لوحدك، اي معلومه بامكانك تشاركها تفيد الاخرين انك تشاركها. استاذ عمر، انا اللي كان
جود انت ما بتتذكرني اصلا. احنا كان في بتذكرك بانجاز كان بالجوب فير باليوم الوظيفي كانت تتواجد حضرتك بمره من المرات قبل 10-11 سنه. فبتذكر لما قالوا هي فنان عمر عبد الله اللي راح يكون له دور كثير، كان الاغلبيه مأمن فيك، فما قلت انه ما كانوا يتمهزوا، لا كانوا بالفعل مأمنين فيه، كان يقول لك فنان راح يرفع اسم الاردن عالي، واثبت هذا الشيء بعد 10 سنين. ونحن بنفتخر وبنعتز بتواجد يعني فنان، مش انا ما بعتبرك اردني، بعتبرك محل عفوا عربي وعالمي. بدي اشكرك، بدي اشكر تواجدك، وان شاء الله تضل يعني بهالعطاء وتكون دائما معطاء، وانه يستفيدوا منك الشباب يعني هلا الموجودين. نشكر سيرين الرائعه، كل التوفيق يا رب. هي الحاضر والمستقبل سيرين طبعا. ان شاء الله طبعا يا رب كل التوفيق سيرين، وتشوفي حالك دائما بالمكان اللي انت حابه تكوني فيه. وعمر عبد الله تشرفتنا وشكرا لكم.